بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحب أعرف نفسي أولا، أنا الدكتور أحمد سليم فؤاد، أستاذ علاج الأورام بكلية الطب القصر العيني. بحب أقدم نبذة على سرطان البروستاتا. للعموم سرطان البروستاتا مرض مهم بيصيب الرجال في السن المتقدم، يعني غالبا بعد سن 50، ويؤدي إلى أعراض شائعة مع البول مثل التهاب البول وشعور بما يسمى حرقان البول، التكرر في التبول، عدد مرات التبول كثيرة، قد يكون هناك في بعض الحالات النادرة نزيف مع البول. هذه الأعراض الشائعة مع سرطان البروستاتا هامة جدا، لأنها بتكون مشابهة قوي لتضخم سرطان البروستاتا في السن المتقدم، وهذا التضخم تضخم حميد. في كل الأحوال الناس الكبار بعد سن 50 اللي هيجدوا مثل هذه الأعراض، حرقان البول، تكرر في مرات البول، قد يكون هناك النزيف، لابد من استشارة الطبيب، وهو هيقدر يطلب من الفحوصات والتحاليل اللي يقدر يفرق بينها وبين أورام البروستاتا وبين الأمراض الأخرى. أورام البروستاتا إذا تم تشخيصها في المراحل الأولى هتؤدي إلى نسبة شفاء عالية جدا، ونفضل ألا نكتشفها في المراحل المتأخرة علشان العلاج ما يبقاش أقل كفاءة. أورام البروستاتا بنعمل لها فحوصات مع الأشعات والتحاليل، والعينة من خلال العينة بالإبرة والرنين المغناطيسي نقدر نحدد في أي المرحلة اللي نقدر نساعد بها المريض. في المراحل الأولى اللي الورم فيها محدود بالبروستاتا، ما خرجش بره ولم يرسل ثنويات إلى العظام أو إلى أماكن خارج البروستاتا، بيكون العلاج إما علاج جراحي لاستئصال البروستاتا أو علاج إشعاعي لتدمير الأورام داخل البروستاتا. المفضلة بين الجراحة والإشعاع بتعتمد على حالة المريض وسنه ومرحلة المرض داخل البروستاتا، والفريق الطبي المكون من جراح المسالك البولية وطبيب الأورام العلاج الإشعاعي بيتعاونوا مع بعض يختاروا المريض المناسب لكل وسيلة. وفي كل الأحوال نسبة الشفاء عالية جدا في حالات أورام البروستاتا المبكرة اللي هي بيكون المرض ما خرجش بره البروستاتا. هناك دلالات الأورام بتساعدنا، تحليلات بنعملها مرة لكل شهرين لثلاث أشهر في السن المتقدم نقدر نكتشف بيها مثل هذه الأورام. في حالات انتشار الأورام يظل هناك والعلاج عن طريق الأدوية والهرمونات وبعض الحالات العلاج الإشعاعي بتساعد المريض بشدة أنه يتخطى هذه المراحل. رسالتي لكل الناس أن أمراض البروستاتا وسرطان عموما إذا تم اكتشافه مبكرا هتكون نتائج العلاج رائعة، ونفضل أن احنا نكون بنعرض أنفسنا على الأطباء في حالة وجود أعراض غريبة بتدوم أكتر من أسبوعين لثلاثة. وبطمن الجميع أن الحمد لله الإمكانيات العلاج اللي أنا ذكرتها متوفرة بكفاءة في بلدنا وفي المراكز العامة والخاصة لكل المرضى. وفي الآخر بكل تمنياتي بالشفاء لكل المرضى وكل من يسمع هذه الحديث. شكرا جزيلا.